هل ده هيخليه بيضغط من بداية المباراة، ولا هنشوف أريحية، ولا هنشوف تقفيل دفاعات؟ من وجهة نظرك ممكن الوداد يلعبها ازاي في البداية؟ طبيعة الوداد ان هو دايما بيستغل الشحن الجماهيري في اول 10 دقائق او ربع ساعة، هتلاقيه نازل ضاغط وبيضغط من اول دقيقة، والفرقة كلها تقريبا في نص ملعب النادي الاهلي، ودي اللي ممكن تدي افضلية للنادي الاهلي ان يعمل عملية التحول في المباراة يكون في اول 10 دقائق او ربع ساعة. بمعنى ايه؟ ان الوداد دلوقتي مطالب ان هو يكسب، فطبعا هيبدأ يستغل الشحن الجماهيري اللي موجود من اول دقيقة ويبدأ يضغط على النادي الاهلي. صحيح. طب النادي الاهلي لو قدر انه يعدي اول 10 دقائق ان هو يمتص الكوره ويمتص حماس الجماهير، ويبدا يشتغل على التحولات الهجوميه في خط ظهر الوداد اللي بيعاني من مشاكل كبيره جدا على المستوى الدفاعي، دي اللي ممكن تدخل النادي الاهلي في المباراه بشكل جيد، ويبدا ان هو اللعيبه حتى نفسيا تحس ان هي ليد في الجيم، وتبدا ان هي تحس ان هي معاها كوره في رجليها، وتبدا ان هي تنقل الكوره. ويمكن النادي الاهلي عنده الطبيعه دي ان هو بيلعب 4-3-3، فبيقدر يستحوذ على الكوره بشكل كبير. يمكن في اخر حلقه انا وانت كنا بنتكلم قد ايه النادي الاهلي بقى عنده قدره كبيره انه يقدر يخلق اكتر من 800 باص في المباراه. صحيح. فالعمليه سهله ان النادي الاهلي يقدر يحقق الموضوع ده، بس ان هو يعدي اول 10 دقائق او ربع ساعه. لكن طبيعه الوداد زي ما قلت لك ان هو هينزل ضاغط من اول دقيقه عايز يحقق المكسب، وبالعكس تصريحات المدير الفني بتقول ان هو عايز يكسب وعايز يكسب بنتيجه كبيره، فهو شايف ان الموضوع سهل بالنسبه له. يمكن ده اللي هيسهل مأمورية النادي الاهلي ان شاء الله، لان الراجل واضح ان هو عنده ثقه في نفسه زياده عن اللازم، وثقه في لعيبته زياده عن اللازم، فاعتقد ان النادي الاهلي يقدر يستغل ده بالخبرات اللي موجوده عند اللعيب. مشاكل الدفاعيه عند النادي الاهلي ايه هي؟ والله وفقا لمباراه الذهاب مشاكل الاهلي كلها الدفاعيه ما بين زهراء الاجنبي محمد هاني وعلي معلول، هي ادوار مركبه. النادي الاهلي لما كان بيظهر بشكل جيد على المستوى الدفاعي في اخر 10 مباريات زي ما كنت بقول لك في بدايه الحلقه، كان الطريقه كلها اللي بيلعب بيها مارسيل كولر 4-3-3، وكانت بتبقى ادوار مركبه ما بين الظهير الايمن محمد هاني واليو ديانج اللي بيلعب قدامه كمركز 8، وعلي معلول وحمدي فتحي. اللي شفناه في مباراه الوداد اللاعبين تقريبا كانوا بيلعبوا لوحدهم طوال المباراه، ما كانش في اي مساعده دفاعيه سواء من بيرستاو او من ديانج او الناحيه الثانيه قدام علي معلول، حمدي فتحي او حسين الشحات، فكان دايما فرقه الوداد بتقدر تخلق فرصه واحد على واحد. شفنا فرصه الهدف المحقق اللي انقذها مصطفى شوبير، كره فاول من نص ملعب بيتعلق لسامبو بتتريح لزهير المترجي فبتوصل انفراد، كل الشغل ده بيتعمل في ظهر علي معلول، التمركز كان سيء. احنا لو جبنا الحاله هنلاقي ان مروان عطيه واقف ظهره للعبه وسايب اللعيب وشه للمرمى. احنا لو بصينا دلوقتي الفاول بيتلعب، بص التمركز اللي موجود فيه مروان عطيه تمركز خطا، احنا لو بصينا على اللاعب بتاع الوداد هنلاقيه مواجه للمرمى، مفيش حد ماسكه، مفيش حد حاطه في صدره. دايما من اساسيات الدفاع والكلام مع المدافعين ان دايما المهاجم يكون في صدر المدافع ويفضل قدامك وتفضل عينك عليه طوال اللعب. شفنا اللعبه اتلعبت، اللعيب تقريبا ما حدش معاه خالص. علي معلول متقدم مع اللعيب اللي مكمل من فرقه الوداد، ومروان عطيه تقريبا شبه مش موجود في اللعبه. يمكن ده مش يعني في التمركزات نفسها بتاعت لعيبه الاهلي ده مش مكان مروان.